حنا هنايا ما نقولوش اننا دينا الكاس، باقا تابعنا المقابله في الكونغو. تنتمنى ان شاء الله باش نساوي هذه المقابله وهذه النتيجه، لان اللاعبين بعدا تنشكرهم قدموا واحد المقابله كبيره ونتيجه ان شاء الله اللي كانت في صالحنا. تنتمنى ان شاء الله باش نساوي المقابله ونمشيو لهير ونفكروا في المقابله اللي تابعنا في الكونغو ونوجدوا لها ونجيبوا معنا الكاس ان شاء الله للمغاربة. كاين شي مقابله في كره القدم عندها كاين فيها ذهب واياب، كتحسب مقابله في مقابله واحده. كنظن ان حققنا نتيجه ايجابيه بالفعل، ولكن باقي ما حسبناش اللقب. الاصوات بجوج كانوا جد رائعين، خصوصا الشوط الاول. حاجه اللي كانت ناقصه هي الاهداف، ترجمناها في الشوط الثاني. مباراه الاياب غادي تبدا ان شاء الله يوم الثلاثاء في التدارب، غادي نبداو كل تركيز ان شاء الله باش نحققوا اللقب لهذا الجمهور الرائع والكبير. كنبغي نشكرهم صراحه. انا ما حضرتش لهذيك الواقعه، ما شفتش، كنت مع ولدي. كنت فاجئ بان محسن دائما كيحطنا وكينصنا على مثل هذه الافعال. لاعبين فريق فيتا كلوب استفزوا لواحد الدرجه ما تصورش، لدرجه انه واحد جا ضربه. محسن دار رده الفعل كنظن بانه هو الان غادي نادم عليه، ولكن محسن كنظن بانه اخلاق ديالو كتكلم عليه دائما. ما كنظنش يعني يعني الحمد لله فزنا ب 3-0، فيعني يعني ربما في الاياب يعني المدرب غادي يدير واحد الخطه دفاعيه، يعني ما يحتاجش المهاجمين بزاف، فان شاء الله يعني كيف ما تنقولوا كيف ما قلت يعني 70% يعني تحسم اللقب. كنشكر الجمهور يعني على هذا الكم اللي جابيه اليوم، وعلى التشجيع اللي من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه. فيعني كان له دور كبير في هذه المباراه، فشكل ضغط على المنافس ديالنا، ويعني وعطى شحنا اللاعبين ندير فريق رجع بيضاوي. فكنشكرهم من هذه المباراه هذا، ونتمنى يمشي معنا بعدد كبير ان شاء الله للكونغو باش نجيبوا ونحتفلوا جميعا ان شاء الله. احساس بحال اي لاعب يلا في بداية ديال المشوار ديالك. الحمد لله جد محظوظ اننا غنلعب نهائي مع فريق احلام ديالي اللي كنتمنى نلعب فيه. الحمد لله تحقق ليا ان شاء الله مزيد من العطاء، وان شاء الله غنكون حصن ضل الجماهير الرجاويه. كنبغي نهداهم الوالدين ديالي الحاج حاجه من هذه المنبر هذه، وكنشكرهم بزاف. كنبغي نشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم اللي ما بخلوش وبقاو مصابرين وامنين الحدود ديالهم. كنشكرهم، دوزنا واحد الاسبوع اللي كنا كنشوفوا الجماهير كتعذب وبزاف ديال الحوايج. الحمد لله داكشي ما مشاش خاوي الوفاد ان شاء الله. وكنبغي نشكر الجماهير عاوتاني واللاعبين، ومازال عاوتاني تابعنا مباراه صعيبه بكينشاسا اللي راه تكون ظروف راه غيوجدوا لينا بواحد كما كيقولوا قبيله، كيقول لك حتى المباراه ديال العوده وغادي تشوفوا شنو نديروا لكم.